تسأل عن صبغة الشعر بالألوان الأصفر والأحمر، هل تجوز للفتيات أو لا؟ أنا لا أرى جواز صبغ الشعر إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشعر شيبا فإنه يصبغ بغير السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما إذا كان الشعر غير شيب وكان على خلقته الأصلية فإن تغييره إلى لون آخر هذا لا داعي له، وهو من الإحداث الذي ليس له مبرر، وجمال المرأة بشعرها وبلونه الذي على خلقته ما لم يكن مشوها، فإن كان مشوها فإنه يعدل التشويه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.